السلام عليكم، تبارك الله عليكم. المهم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مؤخرا يعني المملكة المغربية ووزارة الداخلية ووزارة تقريبا كاملين يعني داروا واحد الحظر على أساس الناس ما تبقاش عندها اتصال مباشر مع الآخرين، ولكن اللي كيبان أن الناس ديال المغرب كيعتبروا هاد الأمور يعني بواحد الشكل يعني بسيط، يعني ما عنده حتى شي أهمية. نعطيكم غير واحد المثال، في ايطاليا يعني في الوقت اللي كان مفروض عليهم انهم يكونوا ياخذوا الاجراءات يعني بجديه كانوا كيتهاونوا، وشوفوا النتيجه. زياده على ذلك في اسبانيا كذلك، من بعد ما كانت الحالات تعد على رؤوس الاصابع دابا راه بالالاف، يعني هذه راه مشكله كبيره. قلت لكم من قبل ونزيد ناكد لكم، البلاصه اللي فيها الشمس ولا الناس اللي كيتعرضوا للشمس ما كاين حتى شي مشكله، خاصهم يستهلكوا غير العناصر اللي فيها فيتامين سي باش يقويوا المناعه ديالهم. دابا مؤخرا كما كتشوفوا الحاله ديال الطقس يعني راه بدا درجه الحراره كتنخفض، وهذه راه من المسببات ديال النقل ديال الجرثومه ديال كوفيد 19 ولا كورونا يعني مستجد 19. كنطلب من المواطنين المغاربه كاملين ياخذوا يعني العبره من دول اخرين اللي كيستهنوا بانتقال العدوى. العدوى راه ما غاديش تقيس الناس اللي صحاحين، العدوى ما غاديش تاثر على الناس اللي ما عندهم حتى شي مشكله، العدوى راه تقد توصل الناس اللي عندهم مناعه ضعيفه، اللي عندهم امراض مزمنه بحال امراض القلب، امراض الجهاز التنفسي، امراض اخرى اللي تقد دير لهم مشاكل كبيره. وزيد على ذلك راه حنا كنشوفوا في الحالات هنايا ديال الوفاه اللي راها وصلت 499 في هذه اللحظه تقريبا، يعني ديال دابا راه اغلبيه ديالهم هما الناس الكبارين الطاعنين في السن. لهذا الا كنت كيبان لك بانك راك ما كديرش الاحتياطات، خاصك تعرف بان هذا الفيروس راك غادي تنقلو لواحد من العائله ديالك اللي عزيز عليك، وراك غادي تقتلو بيدك. والناس اللي كيقول لهم بلسوا في ديوركم، احنا عارفين الله يحسن العوان، واكثريه في المغرب الناس يعني الا ما خدمتش راه ما غاديش تجيب فلوس لولادها ولا هادي ولا هادي، غادي يتعاونوا الناس كامله في المغرب، والحمد لله راه حتى واحد ما غادي يجلس جيعان في المغرب وكل شيء راه موجود. غير حاجه حاولوا باش نسيطروا على هذا الوباء اللي راه متفشي في العالم كامل، وكتشوفوا دول كبيره مثل فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، انجلترا، يعني بزاف يعني داروا حظر التجول. راه ماشي داروا حظر التجول لان راه هما يعني بغاو، راه تفرت عليهم وعارفين الخطوره ديال الموقف. لهذا الناس اللي كيقول لهم ما تجمهروش، بحال قبيله في واحد الحادثه السير اللي كانت وقعت في مدينه ديال التوريس، لقينا ان الناس يعني ما عاطين حتى شي اهميه، وقعت اكسيدون يعني ماشي كلشي، الناس الاخر كيوقع كيتسلموا شي كيسلم على شي كيكح على شي واحد، راه يقدر يعدي الالاف. راه خاصكم تعرفوا بان راه شخص حامل هذا الفيروس راه بسهوله بمكان راه يفوت العدوى ديالو المجموعه ديال الناس في واحد الوقت وجيز جدا. لهذا كنطلب منكم خوتي المغاربه، خوتي المسلمين كاملين، خليو راسكم في ديوركم، ما تحركوش، خليو غير واحد من العائله ديالكم يكون دار واخد الاحتياطات، يمشي يصرف يدير بزاف ديال الحوايج اللي ما عندوش يقولها لنا، نتعاونوا كاملين. وراه الحمد لله راه المغاربه خيمه كبيره، ما كاين حتى واحد اللي غادي يفوتوه الماكله، كلشي غادي ياكل، حتى واحد ما غادي يموت بجوع، ولكن يحاولوا يديروا الاحتياطات باش الناس يبقى في ديارهم. الدراري الصغار ما تخليهمش يخرجوا، الدراري الصغار واخا ما عندهمش واحد الخطوره كبيره يعني هذا المرض ما غادي يدير لهم والو، ولكن راه هما يقدروا ينقلوا العدوى بواحد الشكل كبير جدا. الناس اللي مرضين يبقاو دائما في واحد المأمن، ما تسلموا عليهم، ما تقربوا لهم ما والو، خليهم في واحد العزله شويه حتى تفوت هذه المرحله، بين ما يعرفوا الناس اللي راهم مرضين وغادي يتشافوا، وان شاء الله غادي هاد الامور غادي تمشي بسلام. حاجه اخرى، انا ماشي ضد غلق الحمامات، ولكن واحد الحاجه غادي نقولها لكم، بان الحمامات يعني راه عندها واحد الدور كبير، الناس خاصها تكون نظيفه، خاصها تبدل حوايجها، خاصها تنقى، خاصها تغسل، خاصها تدوش، خاصها دير كما الاخر. الاقل الا ما كانش عندكم الكول كاين الريحات الصغارين، كل واحد يدير مع ريحه، راه هذيك الريحه فيها واحد النسبه ديال الكول اللي تقد تقتل الميكروبات. واحد يدير ريحه والحمد لله المغاربه نقيين، وبغيناهم يزيدوا عادي يحافظوا على النظافه ديالهم، يغسلوا الديور ديالهم بجافيل، الحمد لله جافيل راه موجود، يحاولوا ما يسلموش في هذه الفتره بعدياتهم، يخليوا واحد المسافه ديال على الاقل متر،
وان شاء الله الامور غادي تكون مزيانه، وان شاء الله ربي غادي يحمي بلادنا، وان شاء الله حتى واحد ما غادي يتقاس. وحنا ما كنديروش الاشهار كثر ما كنديروا الناس، كنوعيوهم كنقولوا لهم يعني الامور كيف فاتت وكي راها واقع هنا في اسبانيا. هنا في اسبانيا راكو كتشوفوا بان الناس يعني راه في واحد الهلع، والميزانيه واخا كتضيع بزاف. وحتى المغرب ما نساوش بانه ملي يغلق الحدود ديالو راه كيخسر واحد الميزانيه كبيره. لهذا المواطنين خاصهم يلتزموا بالتعليمات والتوجيهات ديال الوزاره الداخليه، ديال المؤسسه ديال وزاره الصحه في المغرب، باش نتفاوتوا هاد المرحله. وان شاء الله الله يحمي بلادنا ويحمي الملك ديالنا ويحمي جميع المواطنين ان شاء الله يا ربي.